بتحصل للامهات كلها، يبقى ابني قاعد بيلعب في الرمله اقول اخيرا هيهدى ويرحمنا ومش هنقوم نجري وراه في المصيف، نلاقيه بيصوت وحاجه قرصته وبنلاقي حته ورمت. رايك التصرف الصح في موقف زي ده يبقى ايه؟ اول حاجه ان احنا نكسبوز جلد الطفل كله عشان نشوف القرصات دي الاكستنشن بتاعها قد ايه، ما مداها، هل هو مقروس قرصه واحده ولا كذا قرصه. تاني حاجه ما نقلقش لو لقينا فجاه يعني حصل زي كاسكيد كده يعني بقى انتشر. ساعات بتبقى قرصه واحده وبعدين يطلع بعدها بقى كام حته حمراء وعاليه عن الجلد، بس ده مش معناه ان هو اتقرص كذا قرصه، ده معناها انه بيحصل حاجه اسمها حساسيه حشريه او بابيلر ارتكاريا. دي بتبقى قرصه واحده نبهت الهيستامين اللي في الجلد فقام مطلع حساسيه في كل الجلد، ده مش معناه ان هو اتقرص كل دول النمله تلت عليه، لا. برضو اول حاجه ان احنا لازم نشطف جلد الطفل كويس قوي عشان ساعات النمله بتخش جوه الهدوم بقى وفعلا تتسلى عليه. تاني حاجة لازم نحط أي كريم ملطف للجلد يكون فيه مضاد التهاب، مش عايزة أذكر أسامي أكيد. يعني بس أغلبهم معروفين بقى الأمهات عارفة. أي حاجة يكون فيها هقول مادة العدمية اللي هو الهيدروكورتيزون اللي هو أخف أنواع الكورتيزون، بيسيطر على الالتهاب في وقت قليل. وناخد أي مضاد هستامين بالفم سواء كان بقى شراب أو راس لو حد أكبر شوية.